أني أكدت باش نزور المؤسسة للحاسي، لأن كانت عندي معلومات أن كانت هناك بعض المشاكل اللي المهنيين رفعوها للوزارة، لهذا أنا طلبت باش نزورها باش نستمع لكل الأطراف من مهنيين من أولياء المرضى من الإدارة من الجمعيات، وهذا ما كان. يعني تم الاستماع لهم، كان هناك يعني بعض المطالب تم رفعها، هناك يعني حلول هي استعجالية فيما يخص تحسين الإقامة للمرضى. مدير الصحة هو مكلف باش يحسن هذه الظروف. هناك كذلك لجنة من الوزارة اللي راح تجي خلال الأسبوع القادم، وراح تقوم باستماع لكل الأطراف باش نعرفوا حقيقة ونأكدوا ما هي الأسباب اللي أدت إلى هذه الوضعية ومن هو المتسبب، وراح نأخذ الإجراءات اللي تسمح باش نعالجوا نهائيا هذا المشكل.